احنا لايف، احنا نطلع ده بقى لايف، انا بطلع شويه من المشاهدين. المتابعين الكرام، نعاينوا يطلعوا معنا شويه المشاهدين باش نبداو هذا الحوار الليلي الشيق الذي قال قناه مشاكل اليوتيوب التاثير ديالها على الشباب متابعي القناه. نعاينوا اصدقائي تواصلوا معنا باش نقدموا لكم حتى الضيوف. أصدقاء القناة، قناة الشوف تي في، مرحبا معنا في هذه البثة المباشرة، قناة ومباشرة من تازة. معنا السي علي عقوبي المنسق هيئة حماية المال العام والشفافية، وهذا النهار غنديروا لقاء خصوصا على الشفافية. معنا السي حسن قرماد فاعل الجمعوي الغني عن التعريف، أصدقاء القناة وصفة أخرى ما غنذكروهاش. فنتمنوا دائما اصدقاء القناه، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. شفنا هضنا انخفاض شويه ديال نسبه الاصابات كوفيد 19، شفنا اقل من 2400 اصابه بربع المملكه المغربيه، وشفنا 21 اصابه بتازة. لكن نتمنوا املين من الله يترفع لنا البلاء والوباء من ربوع المملكه المغربيه. اصدقاء قناه الشوف تي في، موضوع الحلقه اللي هو موضوع اصلا مجموعه من شبان ومجموعة من الشباب خصوصا الوسط ديال تازة مطماطة وتازة، تأثروا به مجموعة من الجمعيات ومجموعة من الحقوقيين ودخلوا على الخط، ألا هو موضوع اليوتيوب الحياء. غادي نبقاو في تقديم الضيوف. سي يعقوب يبدا معايا يعطينا الصفة ديالو، ومشيو عند السي حسن على ما يتواصلوا معنا الأصدقاء. شكرا سي عبد الله، مرحبا بالجميع. يوسف اليعقوبي ممثل أو المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بإقليم تازة، كنرحبوا بالجميع معنا. ما الهيئة على الهيئة شوية؟ والهيئة كتختص بحماية المال العام في جميع الإدارات في جميع المؤسسات، كتتبع المشاريع، كتوقف على الأمور، وإلا كان شي خلل أو شي اختلاسات أو لا كذا، حنا بطبيعة الحال كنبلغوا بها وكنحاربوا ما امكن باش ما يوقعش هذا الشيء. شنو هي الصحه، شنو هي نقولوا الامال ديالك في المكتب الجديد اللي غدا ان شاء الله 17 ديسمبر غيتشكل بصفه نهائيه، كرساله فقط عاد ندخلوا في الموضوع ديالك؟ هو هاد الناس كان النداء ديالهم هو من اجل التغيير، وهما كلهم جاوا على اساس انهم غادي يغيروا الوضعيه في تازا اللي بقات تازا مهمشه لسنين عدده. بالعكس حتى المكتسبات اللي كانوا عندنا في تازا فقدناهم في هاد السنين، وما كانتش شي حاجه زعما اللي تذكر. مسؤولين دازوا صافي وبقات الامور على حالها، ونتمناو على الله ان المسؤولين الجدد يستوعبوا الرساله ويكونوا في مستوى انجاح البرنامج التنموي الجديد اللي زعما المغرب راه كيراهن عليه مع هاد من ابتداء 1921 عفوا. ونتمنوا على الله الخير، ونتمنوا انهم يكونوا في المستوى. ماشي هذا هو الموضوع ديالنا السي يعقوب يا ضمر ياك؟ نعم. السي حسن يعطينا الصفه ديالو والدور ديالو في المجتمع المدني التازي. تفضل سيدي حسن، مرحبا. نعتذر على
المايك عندنا ضايع لكن كل شيء. شكرا جزيلا سي عبد الله بالغوتا، ومن خلالك شكرا لكل المشاهدين ومتتبعي قناة شوف تي في محل شوف تي في محليا بتازا وعبر ربوع المملكة المغربية الشريفة. عبد ربي الحسن قرمان فاعل جمعوي منذ تقريبا نهاية الثمانينات القرن الماضي، ورئيس جمعية الرائد للتربية والفعل التنموي بتازة. وطبعا يشرفني كفاعل جمعوي تازي غيور على المدينة وكل ما قد يؤثر سلبا أو إيجابا على المدينة وساكنتها، فنحن من واجبنا المدني والإنساني والتازي والجمعوي أن نتفاعل بكل تواضع وانطلاقا من موقعنا مع كل حدث له صلة بذلك. سي حسن رضا السي حقاقات ان شاء الله الاخيره 17 سبتمبر. نعم. بدا تشكل مكتب رسالتك للمكتب الجديد. ها رسالتي اولا قبل ما ندوزو للرساله كان نوجه التهنئه لكل الاخوه والاخوات وكل الاطياف السياسيه اللي حضات بالثقه ديال المواطن التازي باش يمثلوها خير تمثيل في المجلس الجماعي لمدينه تازا. وبخصوص حدث يوم الجمعه 17 سبتمبر 2021 واللي غادي يجسد في التنصيب الرسمي ديال المكتب المسير ورئيس مجلس جماعه تازا، كنتمنى كجمعوي كتازي وايضا كناشط سياسي وله قناعات وخلفيات سياسيه معينه ان يكون هذا المجلس بديلا حقيقيا وتجاوبا ومشروعا برنامجيا يعكس انطلاقه تماما انتظارات الساكنه التازيه وتكون انطلاقه حقيقيه للتنميه اللي غابت على مدينه تازا لعقود وعقود. نتمنى لهم التوفيق في جميع الاحوال وننتظر مع المنتظرين وكلنا امل فيما قد تاتي به الايام والمستقبل باذن الله. فمتابعي حال شفتي شكرا للضيوف سي حسن سي عقوب. ندخلوا في الموضوع اليوتيوب او اليوتيوبرز متابعي قناه شوف تي في. شفنا كوبل اللي كنا سميناه هذه واحد السنه كوبل مطماطه اللي غادي نخدموا عليه كنموذج هذا النهار للقيل والقال على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج هذا الكوبل عن المألوف، خروج هذا الكوبل عن الاحترام، خروج هذا الكوبل عن كل ما هو يحافظ على اولا شرف الحرمة الاخلاق المبادئ الى ما خصناش في زاوية خدش الحياة. هاد الكوبل الزوج اللي كيضرب يمين يسار فوق اعلى لا يبالي، يظن انه هو ومن بعده الطوفان، تكلم باشياء نبيه بالفاظ لا تموت للقيام بصله ولا تموت حتى لهذه المدينه الجميله والرائعه بصله ولا لمطماطه المتواضعه والمحافظه بصله. الزوجه شفناها حتى هي على مواقع التواصل الاجتماعي بواحد المود المشهد اللي قيل انه خذات ذاك الشيشه بالسيف عليها. شفنا الطفل اللي عنده 3 شهور حتى هو ردت الفعل ديال الساكنه ما بغاوش. غادي ناخذ هادو كنموذج مجموعه من النماذج اللي شفناهم مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وخداو الحدث وخداو الطوندونس كما كنقولوا لكن بمحتوى سلبي. سي يعقوب نبداو معاك اخي. شكرا سي عبد الله. ومواقع كي قلتي انت هذا كان غير نموذج، ولكن ربما راه كاين واحد العدد اللي استغلوا هذه القضيه ديال اليوتيوب والناس خرجت بشي اشياء زعما تخلوا بالحياء، اشياء زعما نستنكرها لان اشياء ما لا تمت بصله لا لتقاليدنا ولا لاعرافنا ولا كذا، وهي منافيه تماما وغير مقبوله. هاد الناس زعما الله يجزيهم بخير زعما يراعيوا شي شويه ويحافظوا شي شويه على نظام المدينه وعلى نظام المجتمع، ان هذا الشيء راه ماشي ديالنا. حشومة انه هنا خطرة يخرج علينا واحد بامور ما مقبولاش. لهذا انا اظن على هاد الناس اللي كيمارسوا هاد الممارسات كيخصهم يوقفوا عند حدهم،
كيخص السلطات المعنيه تدخل مباشره، واللي مشى حتى دار بحال هاد الامور او هاد الممارسات اللي الجميع يرفضوها بطبيعه الحال ويستنكروها، كيخص العبره بطبيعه الحال. الا عطينا العبره لواحد راه يمكن غادي نوقفوا واحد العدد، ولا خلينا الامور مفتوحه راه حنا غادي نشوفوا يعني ما اكثر وما هذا. وهذا هو اللي ما بغيناش، وخصوصا انها تخرج من تازا، وانتم كتعرفوا تازا على ان المدينه المحافظه مواليها كيحشموهم مواليها عندهم تاريخهم، تازا ما ترضاش انه يكون واحد منها يخرج بمثل هذه التصرفات. لهذا زعما نتمناو على ان هذا الشيء يوقف اسرع وقت. سي حسن اشكون على هذا الشيء اللي شفنا هذا الاسبوع، على هذا الكوبل هذا اللي خرج على المألوف يا اخي، خط احمر. نعم بطبيعه الحال هو كوبل الحدث، وان كان احنا ما غاديش نقتصروا كما شيرتي سي عبد الله وشير الاستاذ، هو نموذج اللي غادي من خلاله نتفاعلوا في هذا اللقاء الشيق مع الاستاذ ومعكم عبر قناه شوف تي في. طبعا هذا الكوبل هذا هو كيجسد واحد السلوك يعني منحرف، وبالضبط خصوصا في شخص الشاب المتهور كيف ما سميته سابقا في لقاء معكم، سميته بالشاب المتهور أسامة، ومن خلاله أيضا الشابة سليمة، ولكن باعتبار أنه هو اللي كان مبادر لذاك السلوك المشين وذاك التحدث بذاك الألفاظ النابية والسوقية والحاطة من الكرامة اللي أي إنسان وبالخصوص مني نحاول يحصرها في الإنسان التازي سواء كان ذكر أو أنثى، باعتبار أن تازا وكأنها مرتع لذلك الكلام اللي دلا به، وهو ربما كان وخا كان صحي أكيد كان غايب على عقله، لأنه كان حس في لحظة من لحظات أنه ينتمي إلى تازا وأصالتها وعرقتها سواء كمدينة أو مطمطة أو إقليم، كان ظن كان غادي يتأسف ويندم حياته كلها قبل ما يفكر يدلي بداك الكلام يعني المنحط. وبالتالي هذا الحدث هذا كما كيقولوا ورب ضارة نافعة، ما غادي يخلينا أكيد نستنكروه ونشجبوه ونفيو كل مصدر على لسان ذاك الشاب أسامة، وأن تازا وساكنتها بكل الفئات العمرية ديالها بعيدة كل بعد وأسمى وأرقى مما جاء على لساني في لحظة انتشاء أو تهور أو إحساس بالذات الفارغة من كل توجيه وتكوين وتربية وما شكل. وبطبيعة الحال بالنسبة لهذا الحدث هذا غادي ناخذوه ربما كعبرة ولا كأساس ولا كمنطلق باش نوقفوا واحد الوقفة التأمل كلنا كفاعلين في المجتمع والمجتمع التاجي على الخصوص، يعني كقضاء كسلطات كإعلام كفاعلين جمعويين كمجتمع مدني كأسر، باش نحاولوا نلتفوا وان بحال هاد الحادث وبحال هاد الفيديوهات وبحال هاد ما يسمى باليوتيوبرز من قبيل أسامة هم مجرد ناقوس خطر اللي كيهدد المستقبل ديال النشأ ديالنا وديال المراهقين وديال الشباب وديال الأطفال في المستقبل، وبالتالي علينا أن ننتبه وأن ندق ناقوس الخطر حتى لا يتكرر أسامة وأمثال أسامة في المجتمع، لأنهم حالات شدة ومعزولة والحمد لله، لكن ربما إن تمادينا أو تغاضينا يتحول الشدود إلى ممارسة والممارسة إلى أعراف والأعراف إلى نعم. شكون اللي يدفعوا باش يقول الكلام النبي على المباشر أو التسجيل في اليوتيوب مع العلم أنه قد يكون عارف أنه غادي يشكل خطورة على رأسه؟ انا اظن في تقديري المتواضع والعلم لله، يعني احنا ما ربما ما جلسناش ودرسنا الحاله والشخصيه ديال هذا الشاب هذا اللي كنقول دائما عليه متهور، لان ما درش العواقب ديال الكلام اللي صدر عنه، ربما ما كنظنش دفعوا شي واحد الا شيطان نفسه كما يقال، الا واحد الغرور مراهقاتي ان صح التعبير، واحد الاحساس بداك جنون العظمة في واحد السن معينة في واحد البيئة معينة وبواحد الفراغ فكري معين، لأن لو كان مؤهل فكريا وتربويا ومعرفيا ما كانش يقدم على ذاك الخطوة. بالإضافة لذلك هو ذاك الموجة اللي عرف الفضاء التواصل عبر جميع الشبكات دياله مؤخرا في السنين الأخيرة، هو الاقتداء
ما يسمى بداك لي كوبل السابقين في مجموعة من المدن، والإغراءات الوهمية أو السراب ديال الربح والمدخول. المادي، المدخول تماما. يعني أنا ربما نقول أي كلام بدون ما نوزنه، بدون ما ندرس العواقب ديالو باش نحقق، وربما راه ترى هو شخصيا في مجموعة من الكلمات ديالو في الفيديوهات ربما بثلاثة، أنا شخصيا اللي شتم وإن كان بشكل عابر، حاول تلقط غير الرسائل والمضمون ديالو باش نكون على دراية في هذا اللقاء واللقاء السابق. طبعا السي عبد الله ولا الأستاذ الكريم، بالنسبة اللي دفعوا داك الإغراء كما قلنا الواهم، تحقيق الادسنس كما جاء على لساني، هذا المضاد الادسنس، واش الادسنس كان حقه بالرفعه والسمو والاخلاق والانجازات العلميه والمعرفيه والفنيه والابداعيه في جميع المجالات، ولا كان حقه بالكلام الفارغ بالكلام الساقط؟ اذن هنا فاش خصنا نحاولوا كاملين كمتدخلين، كل واحد من جانبه يسعى باش يوجه هاد الشباب ديالنا، هاد المراهقين ديالنا، باش تكون عندنا، لان احنا ربما اقول عندنا واحد الاهمال وغياب القدوه في المجتمع، داك القدوه الصالحه غطات عليها الرداءه، غطات عليها ما يسمى ثقافة الأدسنس، لا محليا ولا وطنيا ولا حتى عالميا. وكنشوفوا من خلالها كيجنيو واحد الثروات طائله، وكتبقى مجرد ثروات فارغه، لانها كتفرغ، الا فرغت الانسان من المحتوى ديالو من القيم ديالو والاخلاق ديالو فما كتسوى حتى شي حاجه. سي عبد الله، سي يعقوبي، كما قال سي حسن، واش يمكننا هذا كما قال سي حسن الربح المسموم، يعني ربح مسموم، واش بهذا الربح المسموم يمكن لي اني ندير اي محتوى كما كان، واخا حتى هذا المحتوى اللي كنقول له انا تجاوز الخط الاحمر؟ لا يعقل، لانه حشومه، هذا الشيء عيب وعار انه انسان يعني يدير شي مسائل شي سلوكات ما مقبولاش على اساس هو باش يحقق واحد الربح مادي، يعني بسيط او كثير او لا كيف ما كان، ولكن كتبقى دائما الاخلاق انسان. الا كي قال الاستاذ حسن، الا مشى الانسان تفقد اخلاقه في المقابل غادي يربح واحد الربح مادي ما مقبولاش. الانسان اللي غادي يحقق واحد الربح مادي حقه في شي امور يعني معقوله نقدروا نقبلوها، ولكن باش يولي غير مجرد مثلا هاد السلوكات او هاد المعايير كي كنقولوا شي كعاير شي في هذا وكذا، علاش باش نحققوا يعني واحد الكثره من لي فيو، وبالتالي باش يحقق واحد شويه ديال الفلوس، وكيبقى هادشي زعما كيقال الاخ هذا زعما تهور، وهذا انسان ما كيوزنش، وانسان يعني يعلم الله كيفاش هو كيفكر، حنا ما عرفناش كيفاش كيفكر، ولكن كيفاش كيفكر باش يخرج هو بهاد الخرجات اللي خرجات صاروخيه انا اظن هذا ما كيفكرش كاع بصفه نهائيه، هذاك ممكن كيفكر شي شويه، كان على الاقل ياخذ يعني يدير شويه ديال المروءه كي كنقولوا، باش يتصدر لسابك وتسب لسابك في الدار، ما عندنا حتى معنى، ولهذا كيخص هذا الشيء يتراقب، خص تكون مراقبه صارمه، وخص هاد الناس اللي كيمارسوا هاد الممارسه يدوزوا للمحاسبه ويتحاسبوا ويكونوا عبره للاخرين. اولا باش لان الا كثر عندنا هاد الشيء راه مشكله، راه ما غاديش نقدوا في واحد الوقت نقدروا نحاربوه، ما حد هاد الشيء بعدا مازال شي شويه يعني كيبان ماشي زعما كثير بزاف، خصوصا عندنا في تازه يعني نقدروا نحاربوه، ولكن الا تكتفت الجهود كي قال الاستاذ حسن، جمعيات المجتمع المدني، الحقوقيين، السلطات المعنيه، المجتمع برمته، عائلات، لان هذاك الوليد اللي مسكين تعطات له الشيشه راه ولدنا جميعا، وتا هذا السيد اللي مارس هذه الممارسه راه ديالنا، راه مغربي، راه تازي، راه الى اخره، ولكن هو خرج على الخط. يعني يجب يعني ملي كنقولوا حنا نحاسبوا شي واحد او نزجروا شي واحد، راه ماشي معناه انه حنا ضده، باش ربما لصالحه، لان بزاف ديال الحوايج تغاضينا عليها واحد المرحله، وداك الحوايج راه يعني خلقت لنا امور اخرى وحنا فيها من بعد، لهذا بحال هاد السلوكات يعني ما مقبولاش، ونحن نستنكر وبشده بحال هاد الممارسات الماشينه اللي كتمسنا لا حنا لا يعني لا التزا ولا المغرب بصفه عامه، لان التزا هي المغرب والمغرب هو التزا، اللي كنقولوا شي حاجه كتمسنا راه كتمسنا حنا جسم واحد، اللي مساتك غادي تمسني واللي مسات الاعضاء والاخر، لهذا كنتمنى والله هاد الناس يوقفوا عند حدهم، يعني يكونوا شي شويه واعيين ويقراو شي شويه العواقب ويراجعوا نفوسهم ويوقفوا يعني على هاد الممارسات اللي قلنا اللي ما مقبولاش وما كيقبلها حتى شي واحد عاقل،
وخص السلطات عاوتاني في المقابل ان ما تهملش هاد الناس، لان هنا كنخلطوا ما بين الحريه والتسيب. وراه الحريه شكل، يمكن لك تمارس حريتك، يمكن لك تنتقد، يمكن لك كذا، الا كنت في مستوى يعني النقد يمكن لك تنتقد ماشي مشكل، ولكن باش الانسان يخرج على الموضوع ويبدا يعني كيقول اي حاجه ويضاوع مسائل مخله بالحياه ومسائل كذا، وكتسجل علينا حنا كامه كشعب، راه ملي كيقولوا شي واحد تازا راه كتولي تازا كلها معنيه، ملي كنقولوا شي واحد مغربي راه كيولي المغرب كله معني. لهذا هاد الامور خصها توقف عند حدها بجميع الوسائل، يعني من الوقت القانونيه وجميع زعما تضامنا فيما بيننا جميعا، خصنا نحاربوا بحال هاد الاشكال نتاع الممارسات اللي ما مقبولاش، ما عمرها تكون مقبوله ابدا. فغالي وبالنسبة للشيشة، يمكن انت زعما مدينة واحدة اللي ما فيهاش هاد المقاهي الشيشة، وتحاربت واحد الوقيتة المقاهي الشيشة، حتى داك اللي حتى داك الاوكار تحاربوا في تازا، فما بالك ان يبان على مواقع التواصل الاجتماعي طيف ماشي طيفل رضيع كياخد الشيشة من اصول تازية، مع العلم ان الولايه الامن ديال تازا حاربت هذه الاوكار ديال الشيشه. ما كيبانليش انا شي واكر ديال الشيشه في تازا ولا شي حاجه هاربه لي انا ما عارفهاش، وشفنا بان رضيع تازي تعطات ليه الشيشه. يا اخي الام كتكمي الشيشه، الاب كيكمي الشيشه، وكيعلموا الولد يكمي الشيشه كمي هذه الشيشه، كما ان الثقافه التازيه ثقافه مصريه هي الشيشه كتبدا معاهم من الصغر. لا معليش، بالنسبة لهاد الحالة هادي سي عبد الله، طبعا اولا بعد هاد القوس هذا اللي تيرتيه في البداية ديالك وارتباطا بالشيشة، بعدا كنوجهو واحد التحية خالصة وتازية وشكر وتقدير للسلطات المحلية والإقليمية، شخص الهيئة رجال ونساء الأمن والدرك والقضاء وجميع المكونات ديال السلطات المحلية والإقليمية والمجهودات الجبارة اللي كتبدلها يوميا وبدلتها، وبخصوص في الظاهرة ديال مقاهي الشيشة اللي كانت واحد الوقيته علينا تكون كالفطر كتنبت، والحمد لله الآن ربما ماشي ربما أكيد منعدمة. إذن فالسلطات قامت بالدور ديالها والواجب ديالها، وإذا به كنشوفوا واحد الصور واحد الفيديوهات اللي كتحاول تعاود تغرس في المجتمع ولا تنفت السموم ديال سلوكات منحرفة مع كامل الأسف عن طريق اليوتيوب، ويعني من أجل الربح المادي العفن أو المسموم كما سمينا سابقا، وعن طريق أسرة تابع أسرة هذاك الشاب المتهور مع الزوجة ديالو والرضيع ديالو، وفي واحد المنظر ديال الانتشاء وديال التباهي والإجهاز على الحقوق الأساسية والطبيعية للطفولة في واحد السن تقريبا غير مور المهد بواحد سنة أو سنة ونصف تقريبا، يعني لله في سن الفطام، وكتتناولو داك الشيشة هي بالنسبة له كمخدر قوي ارتباطا ولا مقارنة مع السن ديالو ومع المناعة ديالو ومع الطاقة التحمل ديالو. انا ماشي باش نبرو، هو راه مرفوض داك الشيء لا للكبير ولا للصغير، ولكن تصور طفل في داك السن هذاك وكتناولو الشيشة، واللي كنعرف انا ماشي طبيب ولكن الا ما سمعت سابقا هذه سنوات وانا انسان مدخن ديال السيجارة، ولو سمعت ان الشيشة ربما نفس من الشيشة كيعادل واحد العدد من السجائر، ماشي نفس او نفسين من السجائر، وتصورتنا ولا الرضيع يعني شنو كانت تكون العواقب كما قلت سابقا، الاختناق المباشر او الفجائي، الانفجار ديال الرئتين، لا واحد العواقب على الدماغ ديالو على الخلايا ديالو على الاعصاب ديالو، يعني فما بالك عاد على الاخرين، لا عليه هو كشاب ولا لا على السيده ديالو لا سليمه. وكذلك النظره منين غادي نتفاعلوا مع داك الفيديوهات من داك النوع هذاك، الشباب والمراهق الاخرين اللي غادي يبغيو يقتديو بهم لا قدر الله، هنا خص تدخل حاسم ديال السلطات والقيمين على الشان العام في المدينه وفي الاقليم وفي المغرب كامل، غير وكان تازا لاننا احنا اهل تازا كما كيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها، وتازا معروف
الصحافة بأصالتها، وبحال هاد الحالات الشادة الحمد لله مازال شادة. كما شاء الأستاذ نداركوا الموقف قبل ما تحول لواحد الموضة ولواحد السرطان ينخر المجتمع، وبالتالي هذاك في ذاك اللحظة هذاك راه جهز واغتصب الحقوق الأساسية ديال الطفولة اللي كتسنى جميع الشرائع الكونية الشرائع الإلهية وعاد القوانين الوضعية من 1924 أول ظهور ديال أول ميثاق تأسيسي ديال حقوق الطفل حتى الميثاق ديال الأمم المتحدة ديال 59 إلى حدود اللحظة، ومازال الإنسانية كتجتهد يوما عن يوم باش تطور وترقى بالحقوق الأساسية والطبيعية والاجتماعية والاقتصادية ديال الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص، باعتباره هو أساس أي مجتمع. من كان بني وهرة كان بني المستقبل، والطفل في علاقته بالأسرة اللي هي البنية الأساسية للمجتمع، وهاد الأسرة كنشوفها كيفاش كتصرف. واللوم هنا باش ما يفهموناش، وهاد الحالة كنناقشوها كحالة للاستئناس من أجل الظاهرة ككل. هنا ماشي باش كنفصلوا سليمة على أسامة ولا راه بجوج شركاء في واحدة في ديك الجرم، غير كان هو باعتباره بارو زوج كما كيقولوا هو رب الأسرة، ربما هي إلا انسقت هو يحاول يوجهها، ولكن خلال السيناريو اللي شفنا أنه هو كيحاول يشجع ويرسخ في هذاك الثقافة هذه ويخليها تباها بداك الانتشاء بداك اللحظة ديال الشيشة ويناولوها الطفل. هذا شيء زعما غريب جدا وخصنا ومؤسف، وتوجيه الأسر أن تكون عندهم رقابة صارمة على الأبناء ديالهم والبنات ديالهم. هذاك ماشي قدوة وماشي مثل مشرف اللي غنزيدو به القدام. حنا القدوة ديالنا معروفة، القدوة هي أي شيء بناء إيجابي. شي واحد ناجح في التجارة ديالو هذاك قدوة، كيفاش يبلور كيفاش يربح حتى الملايير اللي يعاونو، ولكن بواحد الشكل سليم وقويم ووفق القوانين ووفق واحد العمل وواحد الاجتهاد وواحد البحث وواحد الكد، ماشي بكلام ساقط وتناول الشيشة من الرضيع للشاب الشاب ونشروت بها بها وقراني قضيتها وغادي نحقق الادسنس. اش من ادسنس؟ راك خربتي المجتمع. وبالتالي نداء مرة اخرى لكل المتدخلين باش هاد الامور يتوضع لها حد، باش تبقى دائما تازة والمغرب في منأى على هاد الحالات الشدة وهاد السرطانات اللي مرة كتحاول تنخرنا باسم الحداثة باسم التطور باسم التكنولوجيا. الناس تعبوا فيها وبحثوا هذه قرون باش نوصلوا لهذا التطور هذا وهذا الرقي، باش نتفاعلوا باش نتواصلوا باش نتبادلوا المعلومات والافكار باش نتبادلوا التجارب باش نتنافسوا مع بعضياتنا باش نطوروا الدوات ديالنا والاسر ديالنا والمجتمعات ديالنا، ماشي باش نتناولوا الشيشة ونعينوا الادسنس. وشنو غادي يدخل لي الادسنس ولو يكون مال قارون؟ سي عقوبي، تازة مدينة بدون مقاهي الشيشة، وكان مجهود ديال ولاية الامن ديال تازة، وتحية لرؤساء الاقسام الامن بتازة. شنو يمكن تقولنا في معادلة تازة بدون مقهى الشيشة؟ يعني كما كنا في التسعينات تازة بدون صفيح، الى اننا حدث الاسبوع عائله برمتها جوج المراهقين مجوجين مع رضيع بثلاثه بهم من تازة، ونشروا لنا ثقافه الشيشه على مواقع التواصل الاجتماعي، مع العلم والطامه الكبرى ان هذا الموضوع خدا الحدث في جميع ربع المملكه. سي عبد الله، المشكل هو ان السلطات قامت بشغلها كقلنا وقامت بدورها في المدينه ونقات المقاهي من الشيشه، ولكن مع الاسف هي الناس كتمارس هذا الشيء في ديورها، وهي كتعدنا يعني عن طريق هذه الفيديوهات اللي كيخرجوا لنا. والمشكله ماشي في هذا، شحال معذبه غادي قلنا عطيتو لهذا السيد اكثر من الحجم ديالو، راه الاشكال ماشي في هذا السيد، الاشكال في الظاهره، لان الظاهره والظواهر دابا كتنتقل بواحد السرعه، لان الامور الناس كتشوفها كيمكن لي يمكن له واحد اخر غادي يدير بحالو والاخر غادي يدير بحالو. حنا كنحاولوا الحد من انتشار الظاهره، ماشي هو اللي موضوعنا بالاساس، حنا اللي موضوعنا هي الظاهره، وكنخافوا انها تمشي تنتشر وتولي ترجع اننا حاربنا كي قلنا الشيشه في المقاهي، وغادي تولي لنا دابا في الديور وتولي لنا في اماكن اللي يتخبع ويمارس اللي بغى ويدير اللي بغى، وفي التالي تلقوا لنا في الفيديوهات. هذا راه ماشي مقبول. لهذا يعني الاخ حسن راه فصل الموضوع تفصيلا،
لان هادشي لان اليوتيوب جا من اجل او التكنولوجيا تطورت على باش الانسان يجي في واحد المرحله وهذا بمجرد ما غادي يتكي على الزر كيوصل المعلومه دون حاسيب دون رقيب دون كذا. ويعني تطورت البشريه واحد التطور يعني ملفت للنظر على اننا الان الحمد لله ولينا كنوصلوا لكل شيء، ولكن ما نوظفوش داك اليوتيوب عاوتاني في شي امور اللي تخل بالحياه او شي امور اللي غادي تمسنا وتمس كرامتنا وكرامه المدينه وكرامه الوطن. لهذا هذا هو علاش حنا كنقولوا ان بحال الظواهر خصها تحد وخص الاسر كي قال السي حسن وديرها هذا واجب على كل اسره انها تقابل وليدتها. حنا كنشوفوا على ان الكثير من الاسر تقريبا بحال اللي سمحت اهمال اسري، كاين اهمال اسري كيعاني وهل اخر، والانسان الا ما تقابلش من طرف والديه وسورتو في واحد خصوصا في واحد السن مبكره، لان الدري كيكون محتاج لباه محتاج لماه محتاج كي كنسميوه لوريونتاتور بصفه عامه الموجه. الا عاش الانسان بدون موجه وما يمكنش. ها هي جمعيه مثلا المجتمع المدني كدير، وخصنا مثلا خصها السلطات المعنيه انها تشجع شويه هاد الجمعيات المجتمع المدني ويعني وتعطي يد المساعده باش تقوم بالدور ديالها وتحاور المجتمع تحاور الناس على اساس باش تربي تساهم في تربيه المجتمع. ايوا وشنو نقول لك، اللهم تعالى يحد الباس وتكون هذه اخر ظاهره، ونتمنى والله ان السلطات تقوم بدورها. كي كنا في رمضان شفنا مجموعه من الظواهر، رمضان وقيت لك الحاجه الصحيه مجموعه من الظواهر بحال هكا، الاكل من النبيذ الساقط، اللي خرجنا من تركيا، اللي خرجنا من اسبانيا، اللي خرجنا من المغرب، يمكن دابا الظاهره انتشرت في المغرب. لا هذوك الناس كيعبروا على نفسهم، هذوك الناس ما كيعبروش على مجتمع، هذا ماشي راي مجتمع، هذا راي شخصي نتاع واحد ربما كيقال الاخ عنده نزوات ديالو او كان في شي حاله ماشي هي هذيك او بغى يفجر شي عقده عنده لداخل وفجرها بداك الطريقه. هذه يعني هذا الشيء كيبقى ديالهم هما ولا يهم المجتمع، بالعكس حنا المجتمع ديالنا المحافظ هذه المسائل كيشجبها وهذه المسائل كيستنكرها وما كيقبلهاش وما مقبولات حتى عند شي واحد، وخصها توقف عند حدها. ونتمنوا على الله اننا نكتفوا الجهود حنا من جهتنا والسلطات المعنيه من جهتها والمجتمع برمته خصو يدخل على الخط وتحارب هاد الظواهر، ونتمنى والله ما يتكررش هاد الشيء ان شاء الله احمر. تبارك عنصر من المجتمع المدني تكون على رجال الامن ممتازه والسلطات ككل. والسلطات فيما يخص محاربه الجريمه ولا محاربه هاد الامور ديال الشيشه وديال المخدرات وديال خصوصا بعد الحمله اللي شفناها مؤخرا على الاقراص مهلوسه. خصوصا جهاز الامن في تازا قايم بشغله بصراحه، كنقولوا ان الاداره رقم واحد اللي كتخدم في تازا، ولولاها كره ربما شي ظواهر اخرى تفشات وهذه الناس، خصوصا اننا حنا جينا في واحد الطريق حساسه ما بين الشمال والجنوب وما بين الشرق، وحنا كنعرفوا الهجوم تاع الاقراص الملوثه اللي كتهجم من الشرق، ولكن مع ذلك ان رجال الامن عندنا في تازا في واحد اليقظه مستمره وما ما كتفلت حتى شي حاجه الا القليل. بطبيعه الحال ما يمكن لك شيء غادي تحارب كل شيء، هذا ما يمكن لكش، كيخصك بزاف ديال الامور خصك بزاف ديال الوسائل، ولكن على كل ان يعني جهاز الامني في تازا راه قايم بواحد الدور رائع بواحد الدور طلائعي في محاربه الجريمه في محاربه الاقراص الملوثه محاربه الجريمه بصفه عامه. حتى كان شي فيديو في تازا راه كيتفاعلوا مع رجال الجريمه الالكترونيه وكيستدعيوا الى كان اي واحد الى كان دار شي فيديو مخل الاداب او خرج على المالوف او تجاوز الخط الاحمر، فرجال الامن بتازا متبعين حتى هاد الامور ديال نعم، لان هذا واجبهم وهذه خدمتهم. كاينه خليه خاصه بهذا الشيء ديال الجرائم الالكترونيه، هي الجرائم الالكترونيه راه بطبيعه الحال حتى في هذا الموضوع هذا راه متيقن على انهم غادي يقوموا بواجبهم وغادي يوقفوا هذا السيد عند حده، ونتمناو على الله يكون عبره لكل من يعتبر بس هذا العبث. بطبيعه الحال بطبيعه الحال حنا كنقولوها وكناكدوها ان المساله ماشي في هذا الشخص، ماشي هذا الشخص حنا عطيناه اكثر من القياس او لا، لان حنا كنهضروا على الظاهره. كي قال الاخ حسن لا يعقل انك تشوف دري رضيع هو كيتناول الشيشه او ربه بيت اللي هي زعما المراه اللي غادي تربي، وعليها كنعتمدوا في تربيه الاطفال بطبيعه الحال هي من وسط محافظ، وفي اخر المطاف غادي تخرج هي مع هذا السيد الاخوه بزاف على هذا، يعني ما يمكنش يتقبلوا العقل. لهذا كيخصها الظاهره تحارب وخص هذا السيد ياخذ الجزاء ديالو والامور ترجع. هذا وكنوصيو وليداتنا لان كلهم وليداتنا ابناء الشعب المغربي راهم كلهم ولادنا، انهم يحاولوا يقابلوا قرايتهم يحاولوا يديوها في شي امور التي تفيدهم. اما الا غادي انسان غير ينحرف
راه الانحراف راه ما غادي يؤدي الا للاسر والدمار، والانحراف سهل يعني الانسان باش ينحرف راه سهل، ولكن باش يضبط راسو راه ماشي واعر، ولكن خصو غير يعزم باش ينضبط، وراه غادي ينضبط وغادي يكون عنده مستقبل ان شاء الله. وعليهم كنعولوا كي قال الاخ حسن، راه وليداتنا هادو راهم اعمده البلاد ومستقبلها، خصنا حنا من جهتنا حنا كنديروا جهدنا والله، يعني قدرنا على اننا نديروا اكثر واننا ننبهوا، لان هذه اخطار يعني تحدق بابنائنا، ما نبغيوهاش تستمر، نبغيو زعما يوقع لها حد وتكون هذه اخر، يعني نقولوا كي كنقولوا استاذ الله يحد الباس، وتكون هذه هي التاليه ان شاء الله الرحمن الرحيم، نتمنى والله. فمتابعي قناة شوف تيفي، قصة اليوتيوب وقصة استغلال اليوتيوب من اجل كما قال سي حسن كلمة جميلة ما ننساهاش، الربح المسموم او الربح الخبيث. فنتمنوا والغريب في الامر، نتمنوا بان هاد الكوبل هذا يكونوا بالفعل عندهم مشكل بيناتهم، وبالفعل الدابزو بالفعل داروا بهاد الامور، ما يكونش مسرح، ما يكونش هادو كيمثلوا علينا. تماما، ترتي واحد النقطة جد مهمة سي عبد الله، وشكرا مرة أخرى للسي الأستاذ. شنو نقول لك، هذه ترتني هذه النقطة هذه، وشكرا جزيلا لأنك ترتيها. احنا الآن أمام المشاهدين التزيين والتزيات نعم تماما تماما، كنحييك والله الا كنحييك بدون مجاملة على هذه النقطة اللي ترتيها، هي ممكن وارد جدا ممكن تكون هذه، واحتمالية انها تكون سيناريو من السيناريوهات، لان اعتدنا كنسمعوا انها مجموعة من لي كوبل مادي تمام. نعم. الله راه حنا غير كنمثلوا عليكم. نعم نعم، فد النماذج هذه المشؤومه، حنا مشؤومه ماشي كدوات، الدوات راه كتبقى اشخاص، كتبقى يعني واحد الجسد انساني رباني، خلقنا الله كلنا متساوين في كل شيء، نحن ننتقد السلوك ما كننتقدوش الجثه ولا الجسد ولا الهيئه ولا اسامه ولا سليمه ولا هذا الكوبل ولا ندى ولا غيرها، ولكن كننتقد السلوك المشين. وباسم واحد نقطه اخرى، باسم الظروف، هالظروف هذه راه قاسم مشترك ما بين جميع المغاربه، غير الفرق بدرجات متفاوته، كاين اللي ظروفهم اكفس واحط وعاشوا الكوارث والمآسي، ولكن ما مشاوش لهذا الطريق، هذا الطريق الخبيث، هذا الطريق السهل باش يجنيو الارباح ويجنيو على حساب المغاربه وعلى حساب التعاطف ديال الانسان المغربي والتازي بالخصوص، لانه باش يكسبوا العطف ديالو، باش يكسبوا التجاوب، باش 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 باش، ربما احتمال تكون مسرحيه، وارد جدا. احنا في جميع الاحوال كانت مسرحية او كانت حقيقة او كانت خيال، هي واقع، لان شفناه وانتشر عبر اليوتيوب، وشافوه مجموعة من الناس لا محليا ولا وطنيا، وكان عالجوا من خلاله او كان قاربوا الظاهرة كظاهرة من خلال نموذج هذا الكوبل ديال أسامة وسليمة والضحية ديالك. نعم كلهم غير مسرحيات باش يدخلوا الفلوس. نعم وارد، ممكن الأخ خالد، وشكرا على التفاعل ديالو من خلال الجميع الإخوة والأخوات اللي تفاعلوا معنا عبر التعليقات كيفما كانت وكيفما كان مضمونها، نشكر الجميع. ممكن، ولهذا احنا كما يقول المثل، قالك الله يتولى السرائر والقانون، او نحن نتولى الظواهر. حنا كنتعاملوا مع الواقعه كيفاش شفناها وكيفاش تفاعلوا معها المواطنين وردت الفعل ديال الجميع، وحنا جزء من هذا. تمام، عتقوني عاونوني، خروج الزوج اللي كنتي مطلقه. نعم كلام النبي، يعني نتمنوا ما تكونش مسرحيه. نعم نعم نعم، وحتى وان كانت مسرحيه فاحنا دائما في نفس الخط، ما تناقضناش ولا غادي نوقعوا في احراج. لا تماما، لا انتم كقناه شوف تي في ولا انا والاستاذ، يعني كاللي تشرفنا بالحضور معك في هذا اللقاء هذا، لان كنتناولوا الظاهره لانها فعلا ظاهره مخيفه، وان كانت محدوده ومعزوله في حالات
معينه، ولكن باش ما توليش التمادى. ودائما غادي يكون الاقتداء، حتى الا كانت مسرحيه غدا يمكن كوب الخور غادي يدير نفس السيناريو، غادي يبدلوا غير بعض التقنيات والاكسسوارات ويديروها. وراه سبق لنا عندنا تجارب سابقه في المغرب كامل، حنا كنعالجوا الظاهره من الاساس. قال لي الديب حلال الديب حرام الترك حسن، وهاد الديب راه حرام 100%، ماشي فيه حرام ولا حلال، هو ان هاد الظاهره مدانه مشجوبه مرفوضه بالاخلاق بالدين، باش حتى ولو كانت مسرحيه باش خصنا نتفاداوها وما نحاولوش نفتحوا المجال لهذا السرطان الخبيث يزيد يتفشى في المجتمع. محد ومازال حالات معزوله هنا وهناك، ولان تازة ارقى واسمى بناسها وحجرها وترابها واشجارها وهوائها وتاريخها عن كل هذه الشوائب. وتازة كما شر الاستاذ هي جزء لا يتجزا من المملكه المغربيه والمغرب كامل، الحمد لله ارقى واسمى بكثير من هذه الحالات هذه وهذه الظواهر اللي خصنا نقطعوا عليها، وكل واحد من جانبه يقوم بالدور ديالو. واحد النقطه اخرى، تيرنا السلطات، تيرنا القضاء، تيرنا المجتمع المدني، الاعلام، السياسيين، المسؤولين، وما تيرناش واحد النقطه ربما هو التعليم. التعليم واحد النقطه اساسيه، التعليم ضروري ومؤكد وحان الوقت، والحمد لله مع ربما هذه المتغيرات الجديده وما بعد نتائج هذه الانتخابات والانتظارات وهذا المشروع الحكومه الجايه والمجالس، الامل ديالنا كبير وبقياده عهيل البلاد نصره الله انها توقع واحد اعاده النظر ربما عميقه في المنظومه التربويه المغربيه، باش حتى هي عندها دور اساسي ومهم، لان كنوجه النشء منذ البدايه، كاين الرقابه الاسريه وكاين التكوين ديال التربيه والتكوين، يعني البرامج والمناهج الدراسيه ديالنا اللي تحاول تتماشى مع العصر في التطورات ديالو، منها تطور التكنولوجيا المتسارعه والهائله، ولكن بعمق مغربي فيه حتى مغربيت، فيه الروح التازيه، فيه الروح المغربيه اللي كتبني وما كتهدمش. هادشي اللي نقدر نقول في هذا المجال. سريع قوبي، الا كانت هذه مسرحيه غتكون طمك وبراين. ايوا كي قال الاخ حسن، عاوتاني حنا كنعالج، حنا سي يعقوبي كنعالجوها، اسمح لي، كنعالجوها كظاهره، وحتى الظواهر اللي سبقوها هذه كانوا مسرحيات. خرجوا داك الناس اللي كانوا دابا ساكن يقول لك سمحوا لنا حنا كنا غير كنمثلوا، كتعرف الطيش الانسان حتى السير ما كيعرفش يكتمو، هذه التصرفات ما عندهاش تبرير، سواء تكون مسرحيه او يكون عن قصد او هذا، ما يعني مرفوضه، ما يمكنش اي انسان يمارس واحد الممارسات بسليم نيه زير يقول لك انا حقا مسرحيه، او لا ربما انا كنت في شي حاله ماشي هي هذيك، او لا هذه مبررات خاويه. انا كنعرف ان الانسان اقترف، هذه راه جريمه، ديرها جريمه كيخص يتعاقب عليها. فعل جرم كاين، باين فعل جرم. نعم، لان دري صغير كيتناول الشيشه ومراه داخله على الخط كتناول، ودابا اذن خلقنا صافي كلنا ندخلوا على هذا الخط ونجيبوا لسانا ونديروا الشيشه ونتبعوا هذا السيد ونقولوا في اخر المطاف راه حنا كنديروا مسرحيه، ولا كانت مسرحيه او كان كيقصد بها شي حاجه اخرى او لا، هذا كيف ما كان الحال هذا السيد انا في نظري كيخصو يوقف عند حده، وكيخص السلطات المعنيه تقوم بواجبها باش هذا الشيء ما يوليش يتكرر او ما ينتشرش اكثر. هذا هو اللي يمكن يتقال في حق هذا السيد. هذا النقطه اللي افاضت الكاس هي الوليد اللي صحيح اصاحبي، راه لا يعقل اننا نجيبو دري صغير ونعطيو الشيشه او نولو شي حاجه من هذا الشيء. يعني هذه ما بغاش تدخل في الدماغ، واخا تكون دايرها غير تصويره راه ما تمدش، واخا تكون غير كتضحك بها من البعيد راه ما يمكنلكش تضحك مع دري صغير بهذا الاسلوب ولا بهذه الطريقه. لهذا انا كنقولوا بان هذا السيد راه هذا الشيء اللي اقترفوا راه ما مقبولش، راه ما يقبلوا حتى شي واحد، ما يقبلوا حتى شي مجتمع سليم ما يقبل هذا الشيء، راه كيخص هذا الشيء يتحارب، هذا الشيء ما خصوش يطول، وخصو في اقرب وقت هذا الموضوع، هذا الملف خصو يتسطوى بصفه نهائيه، ويكون هذا السيد عبره يعني لاي واحد غادي تسول نفسه غدا وبعد غدا عاوتاني يدير شي حاجه اكثر من هذا الشيء، وغدا نشوفوا شي يعجب غادي يقول لك اودي حقا كنا غير كنديرو مسرحيه وكنا غير كنضحكو، او حقا راني كنت لها ما يمكنش كيخص الامور تنضبط، واللي غادي يدير شي تصرف يعني معقول راه مقبول، اللي غادي يخرج على الخط راه ما يتقبلش هادشي، وهذا هو اللي يمكن يتقال. تابع قناه شوف تي في، الحديث عن تازة وعن تقاليد تازة والاعراف ديال تازة، مدينه محافظه، مدينه
كتحصار الكبير قبل الصغير. انا بدوري كاعلامي ما عجبنيش داك الكوب الاجدار باسم مطماطة باسم تازة. نتمناو ما تكونش مسرحيه من المسرحيات، ونتمناو ان حتى القضاء انه ياخذ المجرى ديالو في هذه الناحيه. كما قالوا اساتذه ديال السي يعقوب ولا السي حسن، هاد الظواهر خصهم يحبسوا، هاد الظواهر ما خصهمش ينتشروا بهذه الطريقه ديال نسبة مشاهدة عندهم مرتفعة أو نسبة البارتاج جد جد مرتفعة. فما عرفناش ظاهرة خصها تحبس ولا خصها تشجيع عن طريق المشاهدة. الزوج كياخذ الغريب في الامر ان الزوج والزوجه قال لك تلاقى في المدرسه، واش هادشي ما تعلمتوه في المدرسه؟ يعني تلاقينا في المدرسه، تعرفنا في المدرسه، واش المدرسه علمتكم انكم فقلنا متابعي الكرام انهم قالوا تلاقى في المدرسه، واش المدرسه علمتكم انكم تخرجوا في يوم من الايام المجتمع المدني المغربي وتعطيوا درس في انحلال الخلقي وليس في الاخلاق؟ نتمنى وأملنا من الله ان تصلح هذه الامور. سي حسن ككلمه اخيره، اش تقولنا على هذه الظاهره ككل؟ وهذا الكوب كيبقى غير نموذج ماليش انا بدوري كنتمنى يحبس هذا الشيء. نعم بكل تاكيد، ودائما بروح الايجابيه والتفاؤل، واللقاء ديالنا اكيد كيمشي في هذا الاتجاه هذا، وحنا غير نقطه في بحر المجتمع، لا الصغير التازي ولا الكبير المغرب. هو بكل تأكيد أملنا بأن بحال مثل هاد الظواهر واللي كتقربها في المضمون وفي المحتوى أنها توقف وتحارب يعني يتم التصدي لها بشكل صارم وصارم جدا من قبل السلطات والمسؤولين على ذلك، وكذلك بالدور ديالنا كمجتمع مدني بجميع الاصناف والانواع ديالو، بالاسر ديالنا، بالتصدي بالرقابه ديالهم. واحد 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 الفئه اخرى اللي هي فئه الناس المتفرجين والمتابعين لمثل هذه المهازل، انا كنقول لهم اولادي اوليداتي ابناتي اخواتاتي اخوتي، كاع الفئات اللي كنتبعوا، حنا رحنا بشر وكنمشيو بلا ما نحسوا، شي مرات كندوزوا وداك الفضول كيتبعنا كيفرض علينا نشوفوا شي مرات، ولكن راه عندنا واحد ضمير داخلي، عندنا واحد الرقبه داخليه، وعندنا واحد الخوف من الله اننا ما نساعدوش هذا الرداء بالبارتاج، ما نساعدوهاش بالجيمات، ما نساعدوهاش بالمشاركه، ما نساعدوهاش بالتعليقات، ما نساعدوهاش مثلا تماما النسبه للمشاهده، لان بالاقبال عليها. وكاين الحمد لله هاد الوسائل التكنولوجيا راه عندها واحد الاليه الدفاعيه بالسينيال بالاخبار، بمجرد ما نشوف واحد المنتوج رديء كيقيس لنا القيم ديالنا ويضربها في العمق ويهددنا المستقبل ديال النشأ ديالنا، راه خصنا نقوموا بالدور ديالنا بكليك. مادام بكليك كنفتح اليوتيوب ونفتح الفيسبوك ونفتح جميع الوسائل، بكليك كذلك محقي انني نوقف داك هاد المشاهد المؤلمه والمنحطه والحاطه من كرامات اصحابها قبل ان تحط من كرامات وشان باقي الناس في المجتمع، سواء بتازا او بالاقليم او عبر ربوع المملكه. كلمه اخيره، شكرا جزيلا سي عبد الله بالغوتا ومن خلاله القناه شوف تي في المناضله، ولكل المشاهدين والمتابعين الكرام. نتمنى وما نكونوش ضياف ثقال، ونكونوا حاولنا بكل تواضع وبما اوتينا من داك المعرفه البسيطه، باش وبالغيره ديالنا التازيه الاصيله اننا نكونوا قربنا هذه الظاهره من خلال واحد النموذج، ماشي باش نوقفوا عندو كما شار الاستاذ، ولكن غير كارضيه للنقاش في هذه الظواهر، يعني زعما البائسه اللي ولات كتقتحم لنا البيوت ديالنا وتقتحم الفضاءات العامه ديالنا وكتشغل البال ديالنا، وحنا راه عندنا انشغالات اخرى اكبر وارقى واهم، هي الانتظارات المجتمعيه، هي التعليم، هي التحصيل، هي الدراسه، هي التميز، هي الرقي، هي السمو، هي الصحه، هي الشغل، هي التعليم، هي بناء شخصيه الانسان التازي والمغربي في اتجاه الاحسن، في اتجاه الابداع، في جميع مجالات الابداع المهني والابداعي بشكل عام. وشكرا جزيلا مره اخرى.
سيقول بك كلمة أخيرة يا أخي عزيز واختم لنا هذه الظاهرات. إيوا نتمنوا على الله على أن هذه الظاهرات توقف عند حدها، هذا هو المتمنيات ديالنا، وأننا كي قال الأخ حسن غادي نكتفوا جهودنا جميعا وغادي يعني نديروا ما أمكننا على أساس باش هاد النوعية تاع الظواهر، لأن ما كايناش غير هاد القضية الشيشة، كاين حوايج أخرى كاع المسائل والدخول المدرسي كي قلتي على الأبواب، لأن ما يمكنش وليداتنا غادي يتشغلوا بشي حوايج أخرى اللي غادي يتشغلوهم على دراستهم، ونتمناو الله هاد الشيء يوقف. كي قال الأستاذ حسن حنا عندنا انتظارات أخرى أهم وأرقى من هاد الشيء اللي غادي نخوضوا فيه، وهاد الشيء لا يجدي. الصحة والتعليم. نعم الصحة والتعليم ومجتمعنا كي غادي ندبر امورنا وشكون اللي غادي، هذا بزاف ديال الامور اللي مهمه، ما يمكنناش حنا غادي نساو امور مهمه وغادي نغرقوا غير في امور تافهه. نتمنى والله الظواهر كلها يعني تحيد او على الاقل تنقص. راه واخا تبغي تحيد ماشي يمكن تحيد كلش، ولكن على الاقل الا نقصت ويعني الناس ما بقاش عطيها قيمه وما بقاش الناس تشاهد هذا الشيء. دابا الاشكال في المشاهده، ان الناس كتمشي تشاهد بحال هذه المسائل، ربما حب الاستطلاع، ربما هذا، ربما ما نعرف ما فهمناش علاش، او غياب وسائل اخرى اللي يمكن لها يعني توجه الانسان لما هو مفيد ما كتلقاهاش. ربما فراغ التلفزيونات عندنا او فراغ شي حوايج، ما كاينش برامج في المستوى اللي نهضروها نقولها بصراحه، انه كانت امور اللي غادي تشعل تشغل ولادنا على بحال هاد الظواهر ما غاديش يمشيو ولادنا لهذا الشيء. لهذا ان جميع حنا كلنا مسؤولين، لا الإعلاميين ولا السلطات ولا المجتمع ولا الآباء ولا المعلمين ولا الجميع مسؤولين على أننا إذا كتفنا جهودنا غادي يمكننا نحاربوا بحال هاد الظواهر. ونتمنى والله يحد الباس هنا وتكون هذه آخر يعني ظاهرة نهضروا عليها إن شاء الله، ونهضروا فيما هو مفيد. كلمة أخيرة خويا. وكنتمنى لكم التوفيق بعدا انتم، وكنشكرك على هذه الاستضافه، وكنشكروا المشاهدين ديالنا على التتبع ديالهم، وكنتمنى والله ان تزا يعني يوقع فيها واحد التغيير وتنتقل ان شاء الله الرحيم للرحمن الرحيم الى ما هو احسن، ونتمنى الخير للجميع وشكرا لكم جميعا. متابعي قناة الشوف تي في، ليلة سعيدة. كان الموضوع ديالنا ظواهر اليوتيوب والسلبية او الربح المسموع كما قال السي حسن متابعي القناة، كانت كوبل اسامة وسليمة كنموذج فقط، لكن هاد الدائرة خصها تحارب من العمق، خصها تندثر، وخص هنا السلطات المعنية بالامر اللي هي الضابطة القضائية وحتى الدرك الملكي. كاين بزاف ديال اليوتيوبر كيديروا مشاكل خارج المجال الحضاري، انهم ديما يدخلوا على الخط، حقاش دخول المدرسة على الابواب، ما بغيناش الوليدات ديالنا يخرجوا في الصراحة يمشي يجلسوا في شي بليصة وبقى هزين تليفون متبعين سليمة كتكمل الشيشة ولا الولد ديالها. بغينا بداية موسم دراسي موفقة للجميع. اشتقوا الموسم الدراسي تزامنا مع زمن كورونا يا اخي، دخول مدرسي وزمن كورونا الدخول أخذ اللقاح أو مشاركة التلاميذ اللقاح باستشارة ديال الآباء ديالهم أو بموافقة أولياء الأمور. نعم شكرا سي عبد الله. طبعا بعد ما انتهينا من موضوع أسامة وسليمة واللي هو أرضية للنقاش والعميق باش نتجاوزوا هاد المظاهر المشينة واللي كتعرقل لكل خطوات التنمية في جميع المناحي ديالها محليا ووطنيا. طبعا بخصوص الدخول المدرسي، أولا نتمنى دخولا مدرسيا موفقا لجميع الأبناء ديالنا والبنات ديالنا في جميع المستويات من التمهيدي حتى التعليم الجامعي. وكما كنقولوا هذا دخول مدرسي ماشي استثنائي، هو نسبيا، لان الاستثنائي كان في الموسم الاول ديال زمن كورونا فاش بدات كورونا تماما، ولكن دائما الحمد لله المغرب خطى خطوات جباره ورائده، ويمكن هو الا ما كانش الاول راه من الدول الاولى في العالم اللي مشات خطوات رائدة في اتجاه التلقيح من أجل اكتساب وإكساب المناعة الجماعية للمواطنين والمواطنات، لدرجة أن التلقيح يعني نزل حتى لواحد السن ديال التلاميذ في الابتدائي على ما أظن، وبالتالي لابد من المساهمة الجميع في إنجاح هذه العملية. ودائما الحجر الصحي وكورونا مازال ما انتهت والتدابير مازال ما انتهت، خصنا نكون على أهبة الاستعداد ودائما يقظين وفي مستوى يعني ذاك
التطلعات، ونكون دائما نحترم التدابير الاحتياطية، لأن كورونا ولات علمتنا دائما نكون محتاطين ونحترم جميع التدابير الاحتياطية اللي خاصة في هذا الشأن هذا. ومتمنياتي بدخول مدرسي موفق لجميع التلاميذ والتلاميذ والتلميذات، وكذلك الطاقم ديال التربوي والأساتذة والأستاذات في جميع المستويات، وحد موفق للجميع. ونتمنى دائما وننشد الرخاء والرفاهة لتازة وللمغرب، وكلنا أمل في غد أفضل إن شاء الله، بعيدا عن الرداء، بعيدا عن الانحلال، بعيدا عن التفسخ. وشكرا. سلاح قبل الدخول مدرسة الزمن مع زمن كورونا يا أخي، كما قال سيدي حسن ماشي موسم استثنائي، ولأني فقط احترم تدابير الاحترازية ديالك. نعم، فقط كما أشار الأخ حسن، فعلا يعني اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الدخول المدرسي غادي تنجي وليداتنا. ودابا الحمد لله على أن الأغلبية راه دخلت، يعني راه لقحت، فقط كيخص هاد التدابير تكون. حتى الاباء كانوا متفهمين القضيه ديال اخذ اللقاح والمسؤوليه. نعم وبطبيعه الحال لان المساله كتهم وليداتنا ومستقبل وليداتنا، ما نعرضوش وليداتنا للوباء. لا اللهم يعني يديروا اللقاح ديالهم ويكونوا زعما مطمئنين على وليداتهم، ونتمناو لهم التوفيق، ونتمناو لوليداتنا انهم ينتبهوا لدروسهم ويبعدوا عليهم من هادشي كاع اللي مخل بالحياه او شي حاجه اللي غادي تلهيهم على قرايتهم. ونتمنوا للاساتذه تا هما ان شاء الله يدخلوا بواحد يعني بواحد الامال وبواحد الاخر على انهم عاوتاني يقابلوا وليداتنا، والاباء تا هما خصهم يقابلوا وليداتهم. والامور الا كانت هكا مكتفه وكلنا كتفنا الجهود من اجل الاصلاح، راه غادي تصلح الامور، راه حتى شي حاجه ما هي مستحيله. ونتمنوا التوفيق والنجاح للجميع. وكنشكر السي عبد الله مرة أخرى على هذه الاستضافة، والشكر الجزيل لجميع المشاهدين ديال شوف تيفي اللي دابا ولات عندها واحد الشهرة مغربية الحمد لله، ولات علامة مستشارة. ونعم ولات يعني التلفزيون المغربي بامتياز، الشيء اللي ما كنشوفوش في قنوات أخرى، حنا كنحضروا هنا بالمباشر. وشكرا لكم جميعا، والله يوفقنا ويوفقكم جميعا إلى ما فيه خير هذا الوطن. متابعي القناة نشكركم على تواصلكم معنا في هذا البث المباشر غدا صباحا بداية برنامج جديد ويومي. متابعي القناة شكر سي حسان على خلينا سهران معنا لهذه الساعة، وشكر أيضا سي يعقوب المنسق ديال هيئة حماية المال العام والشفافية، تكلمنا بكل شفافية، استودعكم الله، إلى اللقاء.